عايزه اقول داخل مصر بس شغل العالم كله، يعني كل المستثمرين ان كانوا عرب او اجانب، ومتهيألي حتى اللي ما عندوش خبره كافيه في البورصه بيقرا عن البورصه وبيتابع البورصه وعايز يعرف دايما ايه اللي بيحصل. البورصه في صعود وفي هبوط، واحداث كتير قوي حصلت بعد قيام ثوره 25 يناير، ويمكن خاصه انه تم اغلاق البورصه من يوم 27 يناير وتم استمرار العمل من يوم 23 شهر مارس. الحقيقه ان اول يوم يمكن كان فيه هبوط، وده كان هبوط طبيعي وتلقائي ومتوقع، لكن بعد كده كان فيه صعود غير متوقع وعمل انتعاش كبير للبورصه. ودلوقتي ايه اللي بيحصل مش قادرين نعرف قوي، لكن هنفهم اكيد من حد يكون خبير وفاهم في الموضوع بشكل يطمنا ويخلينا كمان مش بس نطمن بس كمان نبقى عارفين الحقيقه عشان نعرف نتعامل بشفافيه. منورانا النهارده الدكتور رانيا الماريه، خبير التحليل اسواق المال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا مريم، ازيك؟ الحمد لله تمام. يمكن حضرتك سمعتيني انا بقول انه حصل هبوط وحصل صعود، والناس مش فاهمه قوي. الناس كانت متخيله ان الصعود القوي جدا اللي حصل في البورصه دي خلاص كده، يعني البورصه بقت على ارض توازنها. فاحكي لنا ايه اللي حصل بعد كده. تعالي نقول يعني ايه اللي حصل من يوم ما فتحنا البورصه من يوم 23. زي ما انت ما قلتي، احنا فتحنا يوم 23 عند مستوى، تعالي نقول ارقام كده، المؤشر اي جي اكس 30 اللي هو بيحتوي على انشط 30 شركه في السوق المصري، فتح على رقم 5646. ده بداية الفتحة زي ما قلتي. أول يوم وتاني يوم حصل نزول على جلستين ورا بعض، وبعد كده وصلنا لنقطة مستوى 4800 تقريبا، وحصل الطلعة الجميلة اللي احنا كلنا كنا مبسوطين بيها، وده ما كناش متوقعينه قوي، ولكن ده لقينا فيه دخول في السوق المصري من المستثمرين الأجانب، في دخول من العرب، في المصريين، كانت الدعوات كله حسب المسؤولية ان احنا نخش وندعم السوق المصري. ده كله حصل ان احنا طلعنا من المستوى 4800، ده من يوم 24/3 طلعنا الى اعلى نقطة كانت عند مستوى 5614، وكانت يوم 4/4 اللي فات. حصل حركة تصحيح من المستوى ده 5614، ونزلنا حتى النهاردة أغلقنا على برضو هبوط. النهاردة قافلين بهبوط أكتر من 1% تقريبا. لسه يعني بصي، عدم الاستقرار السياسي او الامني اللي لازال موجود يمكن هو ده السبب. انت عايزاني اقول لك الكلام اللي عايزه بصراحه؟ لا خلاص، المحللين بيقولوا ده جني ارباح، وده يعني تصحيح طبيعي، وي كل الكلام ده وارد ان احنا يكون بعد الطلعه في جني ارباح وفي تصحيح، ولكن احنا عارفين ان بكره في جمعه التطهير والمحاكمه، واحنا الفتره اللي فاتت السوق المصري كان شايف فيه شويه بلبلات، في مشاكل كتيره حصلت، في شركات من الشركات المقيده في السوق المصري بيمتلكها اسماء من الاسماء صحيح. اللي هم عليهم يعني مشاكل، وفي اتوقف متوجه لهم تهم كتيره والناس مش عارفه التعامل. وده اللي انا كنت عايزه اصحك فيه، يعني الناس مش عارفه الاشخاص المتهمين في قضايا الفساد اللي ليهم اسهم، اللي ليهم شركات، احنا كمستثمرين بقى، كان مستثمر صغير او مستثمر كبير، هتعامل ازاي مع الشركات دي؟ وهل البورصه هتحمي لي يعني حقي في التعامل مع الشركات دي، ولا الشركات دي ممكن في يوم وليله لو فلان صاحب الشركه دي اتوجهت له التهمه او اثبتت التهمه او اتحاكم، ساعتها ايه اللي هيحصل للشركه؟ انت قلتي كلمه حلوه قوي في المقدمه بتاعتك، قلتي احنا عايزين نطمن. احنا كمان كمستثمرين وك يعني عاملين في البورصه، احنا كمان عايزين نطمن، وعايزين زي ما انت قلتي نعرف بكره هيحصل ايه في الشركات دي. عندنا كان مثل حصل في مشكله في الشركه بتاعت شركه طلعت مصطفى، وطلع مجلس الاداره وقال لا، مجلس الاداره ملوش دعوه بالقضيه بتاعت هشام طلعت مصطفى، واحنا هنستمر في الشغل زي ما احنا، والعمليه كان فيها افصاح، فابتدت الشركه تتعافى من الانتكاسه اللي حصلت لها. هبوط وبعدين رجعت تاني. حصلت. فده اللي احنا بنقوله، احنا عايزين نعرف بالظبط ايه اللي هيحصل في الشركات دي. الشركات دي شركات كبيره وشركات قائده في البورصه، وليها زي ما بيقول ناس كتيره قوي فيها. ده خراب بيوت للناس لما نفضل لغايه دلوقتي الناس مش عارفه الشركه زي ما انت بتقولي هيحصل فيها ايه، وانا مش عارفه هيحصل فيها ايه. هل ده محتاج انه يطلع يعني الاعلان او يطلع التصريح من مجلس اداره الشركه او الناس المشاركين في الشركه، ولا من الجهات
من الاثنين بقى يعني احنا بصي حته ان احنا نداري او نخبي حتى لو في مشاكل، الوقت دلوقتي ان المشاكل دلوقتي تطلع على السيرفس او على الكل علشان نواجهها ونحلها. احنا عارفين كويس قوي ان احنا بنواجه مشكله اقتصاديه، وعارفين كويس قوي ان الثوره عشان تنجح لازم ندفع ثمنها. صحيح. وراضين بالثمن ده، بس محتاجين ان احنا نبقى نتعامل معاه بشفافيه، على درايه على درايه وعلى وعي باللي بيحصل حوالينا علشان نقدر نواجهه. زي ما انت قلتي الشفافيه والافصاح، احنا اظن الترم ده احنا اتعلمناه من البورصه ولكن سمعناه لكن صحيح. ما تعلمناهوش عملي، فعايزين نبتدي بقى مطبقناهوش. يعني انا بنقول ان الجمعه المليونيه غدا مأثره على البورصه النهارده. النهارده طبعا التاثير مش هقدر اقول ان هو جاني ارباح، ولكن الناس متوجسين من اللي هيحصل بكره. احنا زي ما انت سامعه انا بقول احنا بنطالب ان احنا نبقى فاهمين، بنطالب ايضاح، بنطالب الناس اللي هم عملوا فساد وليهم اسهم في البورصه ده ان يبقى عارفين موقفهم ايه. هل فعلا هيتحاكموا؟ هل فعلا هيبقى الاسهم اللي باسمهم ده اللي هيتعمل فيهم ايه؟ الشركات دي هيبقى نصيبها ايه؟ الاراضي اللي اتخذت بطريقه غير قانونيه يعني دي هل وارد يا دكتور ان يحصل مصادره على الاسهم داخل البورصه لشركه معينه؟ والله هو ده بقى اللي احنا عايزين نعرفه. ايه الوارد؟ حتى يقولوا لنا ايه اللي ممكن يعملوه علشان الناس تبقى مطمنه. احنا عايزين الناس تطمن، مش تطمن ونقول لهم لا بكره ان شاء الله البورصه هتتعافى وكويسين وده تصحيحه. لا احنا عايزين نبطل اصلا كل حاجه كويسه، نطمن على اسس حقيقيه. صحيح. يعني طيب عايزه اسال حضرتك عن كنا سمعنا ان في اشخاص بيسيطروا على البورصه، يعني ده كان بيحصل يمكن قبل كده ان ممكن اشخاص يسيطروا على اداء البورصه، هل فعلا ده كان بيتم ولا زال موجود لغايه دلوقتي ولا لحد ما اختفى؟ بصي انا هقول لك حاجه، الماركت ميكر ده حاجه موجوده عالميه خلاص، ولكن الماركت ميكر ده بيعمل ايه؟ بيبقى داخل وبيعلي سهم معين او بيتحكم في توازن سهم معين بفلوس حقيقيه وبشفافيه، والناس تبقى عارفين، وداخل بفلوس فعلا، يحط فلوس فالسهم يطلع او يبتدي عايز يوازن السهم يبتدي يبيع الاسهم، فده بيبقى بشفافيه ومتاجره واقعيه. انما الماركت ميكرز بقى اللي كان موجود هنا في مصر، الخفي اللي كان بيحصل ايه؟ كان بيطلعوا اشاعات على سهم معين، فالسهم يبتدي يطلع على حساب الاشاعه ده، او يبتدوا زي ما احنا شايفين ان اراضي تتاخد بقيم قليله قوي فتتحط على حساب الشركه فتعلي قيمتها قوي مره واحده، والناس ما تبقاش عارفه ايه اللي حاصل. الناس تخش اللي عارفه المعلومه تخش تشتري في السهم ويحصل ارتفاع في السهم مره واحده على حاجه مش واقعيه. وفي الاخر اهو الاراضي دلوقتي اللي هي رفعت الاسهم بتاعه الاسكان اللي احنا عليها مشاكل دلوقتي اهي، ما بين هنعمل فيها ايه؟ وابتدت الاسهم تنزل جامد جدا. الاسهم اللي عليها مشاكل ابتدت تنزل اكتر من 50% وفي 60% نازل من ساعه ثورتها. يعني الحقيقه لا، عايزين بقى زي ما قلتي يبقى في تطبيق للشفافيه والافصاح، حتى لو احنا في منطقه مشاكل او في بنواجه التداعيات من فتره الفساد دي، نعرفها ونبتدي نحط حلول ليها، والحلول تبقى زي ما اتكلمنا على التخطيط قبل كده، لازم يبقى تايمينج، يبقى في توقيت للكلام ده علشان الناس تبقى عارفه ومظبطه امورها، لان الفلوس دي شقه عمرهم. احنا ما نستهونش بالمستثمرين مهما كان مستثمر صغير او كبير، حتى واحد حاطط 1000 من واحد حاطط مليون، كل واحد حاطط على اللي يقدر. ال 1000 ده مطلعه يعني ما تعرفيش مطلعه منين. صحيح. طب عايزه اسحك على حاجه، يا حضرتك بتتكلمي عن انه مثلا احيانا بتطلع اشاعه، الحاجات الكتير اللي احنا كنا بنسمعها، السهم يعلى او السهم يهبط، هل احنا عندنا مشكله داخل البورصه المصريه او المتعاملين المصريين ان مش كثير منهم عندهم الخبره او بيتعاملوا بشكل سليم، فنقدر نقول ان في الكثير من اتباع اللي هم بيبقوا واقفين يلاقوا الناس بتشتري، الشركات بتشتري، يروح هو يعني بالتبعيه على طول عامل نفس الشيء، فهل احنا ينقصنا الثقافه دي، ثقافه ان انا ازاي انا ابقى دارس الحاجه قبل ما ادخل اضارب فيها او احط فلوس فيها؟ هو طبعا الثقافه الاستثماريه عندنا عامه، مش بس الاستثمار في البورصه، الثقافه الاستثماريه عندنا في مصر محتاجه ان احنا نبذل فيها مجهود اكتر.
اكتر واكبر. انتوا كاعلام، احنا كمتخصصين، لازم يبقى الموضوع يتبذل فيه مجهود اكتر علشان الناس، حتى الاستثمار ده احنا لما هنقول هيبقى فيه ادخار وهيتحط في الاستثمار ده هيدينا عائد ان احنا اقتصادنا هيبقى يتحسن في الاخر. فحتة ان الاستثمار المفاهيم بتاعته لازم تتوضح للناس، حقيقي لازم تتوضح للناس، ومش بس موضوع ان كان في اشاعات بتحصل والناس بتجري ورا الاشاعات، موضوع الاشاعات ده عالميا بيحصل، وان الناس بتروح ورا السهم اللي بيطلع او ده برضو في كل العالم، ولكن هنا بيختلف بقى يعني كان في فظاظه شويه في التحكم في الاسهم والتحكم، او خلينا نقول على بلاطه كده كان في فساد متفشي فظيع في السوق المصري في البورصه المصريه. ده اللي احنا مش عايزينه يبقى موجود دلوقتي، وده يمكن الفتره اللي فاتت احنا كنا بنقول كعاملين يا ريت الدنيا تهدى شويه عشان الاقتصاد يبقى كويس. لما احنا عايشين في الفتره اللي فاتت دي نقول لا احنا مش عايزين الدنيا تهدى، احنا عايزين بقى يتحط حلول. يعني احنا كنا بنقول لا بلاش مليونيات، لا عايزين الاقتصاد يهدى، بس احنا مش لاقيين لما يبقاش في مليونيه ان القرارات بتتاخر بتتباطأ. مش هما في مثل بيقول لك العدل البطيء ظلم؟ صحيح. فيعني حته ان معلش عايزين مجهود من الناس اصحاب القرارات اكتر من كده شويه. عارفين ان الدنيا ملخبطه والفساد، كل ما القرارات كانت سريعه وحاسمه كل ما الناس هتستقر فالبلد هتستقر. بالظبط اللي احنا يعني خايفين منه اللي احنا خايفين منه ان الزياده من عدم الاستقرار ده هيؤدي الى زياده من تفشي الامور في الاقتصاد الى الاسوء، ده هينتهي طالما ان احنا طلعنا وقلنا للناس هو ده الحال وهي دي الحلول واحنا ماشيين في الحلول، فبالتالي الناس هتهدى، الناس مش هتقول لها ان الأسوأ موجود فاحنا ما عندناش خاتم سليمان هنصلح اللي باظ مره واحده، هيبقى مستنيين ان احنا نمشي في الخطوات بتاعه الاصلاح، بس الناس تبقى فاهمه، احنا محتاجين ان احنا نفهم، احنا طلعت لنا حاجه يعني خبر كده عن الاكواد تكويد. ايوه كنت عايزه حضرتك تجميد الاكواد، يعني ايه المقصود بتجميد؟ مش يعني الناس كتير مش فاهمه يعني ايه تجميد اكواد. بصي زي لما بيجمدوا الفلوس بتاعتهم في البنوك علشان ما يتصرفوش فيها، بيوقفوا التصرف على الاكواد بتاعتهم عشان ما يبيعوش ويشتروا في الاسهم. نفس المفهوم بالظبط. انما لا، الموضوع اللي اكتر من كده ان حصل في وقت وقف البورصه ان في اكواد اتعملت جديد للسيد الرئيس حسني مبارك السابق وعائلته و80 شخص من الناس من الحاشيه. فده كان بعد 17 يوم تقريبا من تنحيه والبورصه مقفوله. ان يتعمل كود جديد ده لازم يتعمل من خلال شركه اوراق ماليه ولازم يتعمل والبورصه مفتوحه. صحيح. ده يعني غير قانوني. غير قانوني اللي حصل ده، حاجه غير قانونيه. فاحنا عايزين نفهم الاكواد دي موجوده دلوقتي في السوق، موجوده الأكواد في البورصه، اتبعتت بعد كده لشركات يعني للشركات لما فتحت عشان يسالوهم هل حصل على الاكواد دي اي تعامل؟ طب ما انتوا عاملينها جديد بعتين تسالوها ليه؟ فاحنا بقى اللي بنسال، احنا دلوقتي اللي بنسال ايه موضوع الاكواد ده وليه، لان احنا من حقنا ان احنا نفهم. قالوا طلعوا قالوا ان هو ده يعني اجراء احترازي. طب اجراء احترازي من ايه؟ برضو عايزين نفهم، عايزين نفهم، لان كفايه عدم وضوح، وعدم الوضوح في البورصه هو السبب الرئيسي اللي بيخليها بورصه متذبذبه وشديده التذبذب، يطلع صعود وهبوط والناس مش فاهمه، فلا يلا نبيع، لا يلا نخش. فاحنا محتاجين ان يبقى في استقرار، ومحتاجين ان احنا معلش نبذل مع بعض مجهود اكتر. يا اصحاب القرار، يلي عندكم المعلومات اطلعوا لنا بالمعلومات بمنتهى الشفافيه والافصاح اللي احنا اتعلمناها على ايديكم. طيب حضرتك اتكلمتي عن الاكواد الجديده الغير قانونيه اللي دخلت في البورصه، خلينا نتكلم بقى عن تجميد اكواد بعض الاشخاص اللي هم متهمين في قضايا فساد. ايوه. تجميد الاكواد ده متهيالي زي تجميد الارصده في الارصده بالظبط. فهم حصل تجميد للاكواد داخل البورصه، هل ده ياثر برضو بشكل كبير قوي على البورصه، ولا يعني في فرق ما بين ان انا ابقى مصدره اموال حد وان انا مجرد عامله يعني زي ما بيقولوا هولد كده، عامله تجميد؟ لا، هل التجميد بيأثر بشكل قوي برضو لا لا مش لا بالعكس، ده هيطمنا اكتر. أيوة ده. بس يبقى هم دي الاكواد بتاعتهم فقط يعني ما لهمش حاجات ثانيه باسامي ثانيه مش مضمونه دي يعني. فلا حته التجميد بتاعت الاكواد دي، لا طبعا ده خطوه جيده جدا، ونحن مستنيين بقى ان
يعني نعرف اكتر، يقولوا لنا اكتر. طيب ها هنعملوا ايه بعد ما يعني الارصده اتجمدت والاكواد اتجمدت؟ طب هيعملوا ايه الناس دول لما هيتحكموا هيحصل معاهم ايه؟ الاسهم بتاعتهم ايه اللي هيحصل؟ احنا محتاجين نعرف، محتاجين نعرف عشان يبقى في استقرار. اخر سؤال هساله لحضرتك لان الوقت عدى معاكي بسرعه، عايزه اسال عن حاجه بسيطه بس انا حاسه انا كمواطنه بقى عاديه يمكن مش بفهم كتير في البورصه، انها ساهمت بشكل كبير. هل الاسهم اللي كانت موجوده بمبلغ 100 جنيه اللي كان فيه دعوه لكل مصري بس حتى المصري البسيط ان هو يقف بجانب الاستثمار ويقف بجانب البورصه المصريه وبجانب الاقتصاد المصري، هل دي ساهمت بشكل كبير في الفتره الاولانيه جنب طبعا المستثمرين الاجانب؟ بصي انا ليا كلمه كده بقولها دايما، مفيش حاجه ممكن تاثر على صعود او هبوط السوق غير السيوله الحقيقيه. السيوله الحقيقيه يعني الفلوس. فلو احنا كلنا اتجمعنا، احنا كام مليون مصري؟ لو نصنا بس اتجمعنا 40 مليون بس. يعني لو نصنا اتجمعنا، حتى الاطفال بيبقى معاهم في حصلتهم فلوس. صحيح. لو كلنا اتجمعنا وحطينا فلوس علشان ندعم اقتصادنا وعشان ندعم حياتنا الاقتصاديه، ما هو اقتصادنا ده هيعود علينا، هيعود علينا بالزبط. ده اكيد هيبقى له مردود جامد وهيبقى عائد علينا زي ما قلتي. وبالتالي يعني زي ما احنا بنطالب ان اللي ليهم قرارات وعندهم المعلومات يطمنونا، احنا برضو لازم يبقى لنا دور ونطمن نفسنا ونطمن اللي حوالينا بمشاركتنا ان شاء الله، حتى لو بسيطه. يا رب ان شاء الله وكل الاستقرار للاقتصاد المصري والبورصه طبعا المصريه. بشكرك جدا، كانت معانا الدكتوره رانيا الماريه خبيره تحليل اسواق المال، ومعانا دلوقتي تقرير، وبعد التقرير الفقره الجايه مع زميله ايمان العقاد، فخليكم معانا. أعزائي مشاهدي